لاخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه. معانا سريعا من مقر النادي الاهلي مريم سميح، وهتقول لنا اخر الاخبار والمستجدات. مريم صباح الهنا عليكي، اكيد سامعينك، اتفضلي. صباح عليك يا نهاوندا، وصباح عليك يا كريم، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيكون معانا فيها كل الأمور والمستجدات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا الفرق الرياضية الأخرى. خلينا نبدأ طبعا بأخبارنا، أخبار الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة هيستأنف اليوم الثاني على التوالي المران طبعا على ملعب مختار التتش في تمام الساعة 7 مساء، ده استعدادا أكيد لمواجهة سيمبا التنزاني اللي هتقام إن شاء الله يوم الجمعة المقبل الموافق 20 من أكتوبر الجاري. هيكون يعني مباراة الذهاب في تنزانيا في دار السلام، ومباراة العودة هتكون إن شاء الله يوم 24 من شهر أكتوبر أيضا، وده طبعا بيأتي في منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي. يعني يمكن بنتمنى كل التوفيق لفريقنا، إن شاء الله هيكون المغادرة، هيسافروا بعد غد الأربعاء إن شاء الله إلى تنزانيا استعدادا بقى ليعني مواجهة أو يعني مباراة الذهاب. نتمنى كل التوفيق للفريق الأول لكرة القدم. خلينا بقى نروح لقطاع الناشئين. يمكن قطاع الناشئين بيحقق الحقيقة يعني كل مرة بنطلع فيها السادة المشاهدين على أخبارنا وعلى أخبار قطاع الناشئين، الحقيقة أنه هو مش بيخذلنا أبدا وبيحقق نتائج كبيرة جدا. والحقيقة أن في كانت مباراة بالأمس لفريق 2003 أمام المقاولين العرب، وقدر طبعا الفريق أنه هو يتغلب على نادي المقاولين العرب بنتيجة 3-1. أكيد في الجولة السابعة من بطولة الجمهورية، الحقيقة أن بكده فريق 2003 بيرفع رصيده ل 18 نقطة بعد الفوز في 6 مباريات والخسارة في مباراة واحدة فقط. الحقيقة أن هو سجل خلال هذه المباريات 14 هدف وتلقى 4 أهداف فقط في شباكه. نروح بقى لكل الألعاب الرياضية الأخرى، والبداية مع كرة السلة، وأكيد بدايتنا مع رجال كرة السلة اللي عندهم مواجهة قوية جدا، وهي مواجهة كأس السوبر المحلي اللي هتقام إن شاء الله يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 7 مساء. المواجهة تكون أمام نادي الزمالك، ويمكن دي أول مواجهة عقب طبعا عودة النادي الأهلي من الدوحة من البطولة العربية، وهتقام يعني أو هتقام المباراة مباراة السوبر المحلي في البحرين. الحقيقة بنتمنى كل التوفيق لفريقنا، أكيد طبعا هم بيستأنفوا استعداداتهم وتدريباتهم خلال الفترة الحالية علشان تكون مواجهة قوية أمام خصمهم طبعا نادي الزمالك. خليني أقول إن بعد العودة ان شاء الله مره اخرى من البحرين، الحقيقه ان هيكون بقى وهيبدا الفريق في المواجهات المحليه، وهتكون الدوره المجمعه الاولى من الدوري المرتبط، يعني هتبدا يوم 25 من شهر اكتوبر الجاري، واول مباراه هتكون مع الشمس ان شاء الله هتقام يوم 25 في تمام الساعه 6 مساء. بعد كده بقى هيواجهوا مصر للتامين، وبعديها هيواجهوا سبورتنج، ويمكن هتكون دي اولى المواجهات المحليه لفريق رجال سله الاهلي. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في هو قادم ان شاء الله. يعني يمكن كمان بقى سيدات سله الاهلي ماشيين بخطى ثابته جدا خلال الفتره الماضيه، يمكن انتهوا خلاص من الدوره المجمعه الاولى والدوره المجمعه الثانيه من بطوله دوري المرتبط، والحقيقه ان كانت اخر مباراه ليهم امام مصر التامين اللي هو قدروا طبعا ان هم يكتسحوا فيها مصر التامين ويحققوا فوز كبير. الحقيقه بقى ان يعني يمكن هتبدا مواجهات دور ال 16 او باست اوف 3 ان شاء الله هتكون يوم الجمعه ايضا في تمام الساعه 6 مساء، هيواجه بقى الفريق نادي التوفيقية في أولى مباريات دور ال 16. نروح بقى لكرة اليد، والبداية طبعا مع كرة اليد رجال. يمكن غدا إن شاء الله هتكون الجولة العاشرة أمام البنك الأهلي، مباراة هامة جدا هتقام في تمام الساعة 6 مساء، ده يمكن جاء بعد التغلب على ترسانة وأخيرا الجزيرة. يمكن النادي الأهلي أو رجال يد الأهلي تحت قيادة مستر ديفيد ديفيز قدروا إن هم يحققوا 9 فوز متتالي بدون ولا هزيمة، الحقيقة إن يعني يمكن حققوا العلامة الكاملة، ويمكن كانت الترسانة أول مباراة ليهم بأيام قليلة جدا بعد عودتهم طبعا من الكونغو بعد البطولة الإفريقية للأندية اللي قدروا طبعا أن هم يحققوها ويفوزوا بكأس بطولة إفريقيا للأندية. وبعد عودتهم الحقيقة كان الاستئناف على طول يعني المواجهات المحلية، كانت البداية مع الترسانة ثم الجزيرة، ثم بقى يعني إن شاء الله غدا هتكون مواجهة قوية جدا أمام البنك الأهلي في تمام الساعة 6 مساء. بنتمنى لهم كل التوفيق. عايزين نفكر مشاهدينا ان
يعني يمكن رجال نادي الأهلي محققين العلامة الكاملة ويمكن 27 نقطة بعد التغلب على جميع الفرق في 9 فوز متتالي زي ما أنا قلت، وبكرة هتكون الجولة العاشرة بإذن الله. خليني بقى أقول لكم إن كمان سيدات ياد الأهلي عندهم مواجهة قوية يوم الجمعة، دي في أولى مبارياتهم عقب أيضا العودة من بطولة إفريقيا للأندية، هتكون أيضا أمام البنك الأهلي وهتقام يوم الجمعة المقبل. خيرا بقى خلينا نروح لأخبار الكرة الطايرة، والحقيقة إن الاتحاد المصري للكرة الطايرة حدد خلاص مباريات يعني الدوري سواء للسيدات أو الرجال، ويمكن النادي الأهلي خلاص يعني أصبح موقفه معروف سواء بالنسبة لمباريات الدوري في الرجال أو سيدات. خلينا نبدأ طبعا بالطايرة رجال، يمكن هيقابلوا الأهلي، ويعني الأهلي هيقابل المقاولين يوم 18 من نوفمبر المقبل، وبعد كده هيقابل بتروجيت يوم 21 من نوفمبر، بعد كده يوم 25 هيقابل ترسانة، ثم يوم 28 هيقابل الشمس، ويمكن بقى هيقابل في شهر أو تحديدا في 2 ديسمبر المقبل هيقابل دلفي، وكل مباريات هتقام في تمام الساعة 6 مساء. أما بقى بالنسبة لمواجهات سيدات طايرة الأهلي، هيكون أول مواجهة بالنسبة لهم في الدوري هتكون أمام الصيد يوم 3 نوفمبر المقبل في تمام الساعة 8 مساء، ويمكن دي المباراة الأولى اللي هتقام تحت قيادة المدير الفني الجديد كابتن إبراهيم فخر الدين اللي يمكن تولى المسؤولية منذ أشهر قليلة. نتمنى كل التوفيق للموسم الجديد لكل يعني الفرق الرياضية المختلفة تحديدا الكرة الطايرة اللي يعني هيستهلوا مشوارهم بمواجهات قوية جدا إن شاء الله خلال الفترة المقبلة. طبعا دي كانت كل الأخبار والأمور المتعلقة بالنادي الأهلي سواء الفريق الأول لكرة القدم أو الفرق الرياضية الأخرى. طبعا بشكرك جدا هواندل، كلمة ليكي مرة أخرى.